ورش ملكي استعجالي يعزز بنية الأنشطة الاقتصادية هنا بمدينة طنجة، مشروع من 3 أقطاب اقتصادية بغلاف مالي يفوق 400 مليون درهم، سيعطي دفعة قوية لمهني النسيج والأنشطة الموازية هنا بمدينة طنجة، وسيؤمن حوالي 20,000 منصب شغل مباشر. لقطات جوية تظهر 3 مناطق جديدة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بقطاع النسيج، والتي تسير الأشغال بها بوتيرة سريعة في أفق الانتهاء من إنجازها مطلع السنة المقبلة. هذا المشروع الملكي الذي تحتضنه طنجة يأتي في إطار تنزيل اتفاقية لتمويل وإنجاز مناطق موجهة لأنشطة النسيج التي طالما شكلت خطرا على مهني القطاع قبل سنوات. فبعد فاجعة معمل طنجة تأتي هذه المبادرة الملكية لتضع حدا لتنامي وحدات سرية خاصة تشتغل لحساب قطاع النسيج وسط أحياء المدينة، وكذا لإعادة هيكلة وتنظيم القطاع النسيجي الذي يشغل فئة من العمال والعاملات بوسط مهني لا يتحترم فيه معايير وشروط السلامة الصحية الخاصة باليد العاملة. وستمكن كل من منطقة طنجة البالية بمساحة تفوق 12 هكتارا ومنطقة العوامة بمساحة تفوق 14 هكتارا وأخيرا منطقة بن واسين التابعة لإقليم الفحص أنجرة بمساحة 5 هكتارات من الاستفادة من ما مجموعه 353 وحدة خاصة أسندت مهام إحداثها لوكالة تنمية أقاليم الشمال، وهي الوكالة التي ستقدم تحفيزات لفائدة المستثمرين والشركات العاملة في القطاع على مدى سنتين، إذ ستساهم الوكالة بنسبة 50% لكراء المحلات وبنسبة 30% كتمويل لشراء المعدات. بالفعل وفي إطار التوجيهات الملكية السامية للنهوض بقطاع النسيج والألبسة الذي يعتبر قطاعا حيويا ومشغل اليد العاملة خاصة فئة النساء، وعلى إثر الحادث المأساوي المؤلم الذي عرفه معمل النسيج العشوائي بمدينة طنجة، تمت برمجة غلاف مالي يقدر بمليار درهم بتعليمات ملكية قصد هيكلة قطاع النسيج العشوائي المتواجد داخل أحياء وأزقة كل من مدن الدار البيضاء الرباط وطنجة. حصة مدينة طنجة من هذا الغلاف المالي هي 300 مليون درهم، وأسندت مهام صاحب المشروع إلى وكالة تنمية أقاليم الشمال. في هذا الصدد وتحت الإشراف الفعلي للسيد الوالي ولاية طنجة تطوان الحسيمة، تهم تعبئة الأوعية العقارية اللازمة لتهيئة منطقتين أنشطة اقتصادية، الأولى بمنطقة مغوغة والثانية بمنطقة طنجة البالية على مساحة فوق 26 هكتار. في هاتين المنطقتين نحن الآن بصدد بناء ما يقارب 300 محل تتوفر فيهم كل شروط السلامة الصحية. مساحة كل محل هي 200 متر مربع، وسيتم ربط كل هذه المحلات بالماء صالح الشرب، الكهرباء والصرف الصحي مع طبيعة الحال الطرقات والإنارة العمومية. سيوفر هذا المشروع قرابة 15,000 منصب شغل، ومن المرتقب نهاية الأشغال في متم شهر يناير 2022. في هذه المحلات سيتم استيعاب كل وحدات سرية والمعامل العشوائية للنسيج المتواجدة داخل أحياء وأزقة مدينة طنجة.